السلام عليكم ليكيب، شان راكم بخير، شان راكم لاح. معكم استاذ امين تاريخ وجغرافيا كالعاده. اذا ليكيب، اغلب الاسئله اللي توصلني صفحه انستغرام تحكي دائما على المقال. استاذ كيفاش نكتبوا المقال؟ واش نديروا فيه؟ منين نجيبوا المقدمه؟ منين نجيبوا الخاتمه؟ شيخ رانا حاصلين، هل نديروه مطاط؟ واحد قالنا ديروا هكا، واحد قالنا ديروا هكا. خلاص جماعه، افضل طريقه لكتابه مقال في التاريخ باش تدي 20 في الباك جماعه، يخصك المقال باش تدي 20. شخصيات ومصالحه التواريخ، على بالك كيفاش تحفظهم وتحفظهم وتنحيهم من راسك. اما المقال دائما نحصلوا فيه. اليوم ما راح تزيد تحصل في المقال مهما كان نوع السؤال اللي يطيح لك في الباك، ما تزيدش تحصل باذن الله. تبعني، المقال كيفاش يجي في البكالوريا يا جماعه؟ شوف، يعطوكم السند الاول باين عليه 6 نقاط، الجزء الثاني في التاريخ عليه 4 نقاط. يعطوني سند، هذاك السند يحكي على موضوع معين، يعني يحكي على بروز الصراع، يحكي على مثلا سياسه التعايش السلمي، يحكي على الازمات الدوليه، يحكي على انهيار الاتحاد السوفيتي. من هذاك السند جماعه يخرج لك سؤال اول وسؤال ثاني، راك معايا؟ يخرج لك سؤال وسؤال. هذا السؤال الاول وسؤال الثاني كيفاش نجاوبوا عليهم؟ نجاوبوا عليهم عن طريق حاجه اسمها مقال. يقول لي اكتب مقال تبرز فيه، اكتب مقال تبرز فيه. تبرز فيه يعطيني نوع السؤالين. اول حاجه انا كي نبدا نجاوب لازم نكتب هذه المقدمه في الورقه ديالي، او هذه الكلمه نكتب كلمه المقدمه. ايوا، وشنو هي المقدمه جماعه؟ ما نعرفش منين نجيبها دائما. هي تمهيد للموضوع، هي تمهيد للموضوع. حاجة واحدة أخرى جماعة لازم تعرفوها، المقدمة ممنوع التعريف، ممنوع التعريف المقدمة. جماعة دوكا واش نديرو؟ مثلا أنا يجيني يسقسيني على سياسة التعايش السلمي، يجي التلميذ واش يدير؟ يحكم سياسة التعايش السلمي، يبدا يعرف فيها. مثلا أنا سقسيني على الأحادية القطبية، يجي التلميذ يحكم مصطلح الأحادية القطبية، يعرفوا يديروا في المقدمة. لا لا، المقدمة هي تمهيد للموضوع، راح تدرس حاجة مهد لها من فوق. مثلا سقسيني على التعايش السلمي، نمهد له. كيفاش نمهد له؟ نقول إن الصراع، نبدا من الصراع وندخل، نقول ان الصراع بين المعسكرين كاد ان يتحول الى الحرب العالميه الثالثه، غير ان اتباع المعسكرين سياسه التعايش السلمي هدأ الاوضاع بينهما وفتح بابا للحوار. كيفاش؟ يعني مهدت للموضوع اللي راح ندرسه، ما راحش حكمت سياسه التعايش السلمي وعرفتها، لو كان عرفها راني غالط هنايا. المقدمه نوعا ما يكون فيها حوالي 4 أسطر، 4 أسطر في المقدمة، فهم جماعة؟ ودائما كملنا المقدمة بطرح السؤال الأول. كي كاعطيك يعطيك مثلا سؤال، السؤال الأول دائما كتبوه في لافان تاع المقدمة، ما ديرش إشكال، اكتب السؤال هذاك مع الآخر تاع المقدمة. مثلا شوف، هاي نعاودو نقولو التعايش السلمي، ركز معايا مليح، ركز مليح، تبع، شوف، نقولو شوف. إن الصراع بين المعسكرين كاد أن يتحول إلى الحرب العالمية الثالثة، غير أن اتباع المعسكرين سياسة التعايش السلمي هدأ الأوضاع وفتح بابا للحوار بينهما. فوق. ومن بعد هنا مثلا السؤال الاول تاع المقال كان قال لي مثلا ما هي اسباب التعايش السلمي؟ نقول حيث ان، قلنا حد فتح الباب للحوار بينهما. شوف هنايا وراهي مكتوبه المقدمه، في لافات المقدمه وين كاين هذو مجموعه من النقاط، واش دير فيهم؟ دير فيهم السؤال الاول، نقول حيث ان قيام هذه السياسه كان له عده اسباب تمثلت فيما يلي. كيفاش؟ ايوا، قلت لك حيث ان قيام هذه السياسه كانت لها عده اسباب تمثلت فيما يلي. فوالا، دير زوج نقاط جماعه، اروح لهنا، دير مطلب، مثلا اسباب قيام سياسه التعايش السلمي. ايوا، ونكتب 1 2 3 4 5 6. كيفاش؟ كاين حاجة، كاين خطأ هنا يديروه التلاميذ، وين راه الخطأ هنا جماعة اللي ما يخليش تدي نقاط بزاف؟ أنه التلميذ يكتب لك جملة قصيرة، مثلا حنايا من بين أسباب قيام سياسة التعايش السلمي نقولوا توازن الرعب النووي، شوف التلميذ يكتبها توازن الرعب النووي، شغل ويلي كيدي فينا؟ لا لا، ما تكتبش توازن الرعب النووي، قل توازن الرعب النووي بين المعسكرين حيث امتلك الطرفان أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة النووية. اشرح لي من بين اسباب قيام سياسه التعايش السلمي وفاه ستالين. تلميذ واش يدير؟ وفاه ستالين، شغل تمتم؟ لا لا، هذه اجابه راهي ناقصه. وفاه ستالين المتعصب سنه 1953 وظهور القياده الثلاثيه الترويكا. اش كيفاش؟ لازم الجمله تشرحها يا جماعه، تعطيني جمله قيمه، ماشي اللي كيديني تم 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 تم. هذاك من بعد ما من المصحح اللي كيديك في التصحيح. اش كيفاش؟ ما تقول حقروني في التصحيح، لا لا، اكتب جمله مليحه قيمه. ومن بعد روح
مثلا السؤال الثاني كان مظاهر السلم بين المعسكرين. مثلا هذا السؤال الثالث راك شايف اروح 1 2 3 4 5 6 كيف نفس الطريقه اللي درتها هنا جماعه. وشنو هي الطريقه؟ انك تكتب جمل قيمه ما تليكيديش، فهم؟ جمل قيمه. كملت روح الخاتمه صح. الخاتمه وشنو هي جماعه؟ نقولوا هي حوصله المدروس. الموضوع اللي درستو تحوصلوا. واش معنى تحوصلوا؟ تحكموا تلايموا. قال جماعه احنا على من هضرنا؟ هضرنا على اسباب قيم سياسه التاريخ السلمي. وعلى من هضرنا؟ هضرنا على مظاهر السلم. هنايا كاين بزاف اللي ما عرفش يدير خاتمه. شوف احكم هذا السؤال راك معايا، زيد له هذا السؤال هكذا بصح بطريق جمعهم، دير الجمع بيناتهم بصح كلمه الجمع نقولوا بطريقه غير مباشره. يعني ماشي تجي تكتبهم لي كيما راهم وتمد لي خاتمه وتقول لي انا استنتج ان السياسه تاع السلمي كان لها اسباب ومظاهر. انا ماشي توليش خاتمه، هذا تولي لك اللي كيدير. شوف واش دير، حكم هاد جوج اسئله. انا واش درست؟ انا درست السؤال الاول اسباب قيم سياسه تاع السلمي، ودرست السؤال الثاني مظاهر السلم. واش استنتجت في الموضوع التالي؟ نستنتج مما سبق، هذيك الخاتمه، نستنتج مما سبق ان سياسه التعايش السلمي اثرت فيها عوامل عديده، اثرت فيها عوامل، شكون العوامل؟ الاسباب، وخلفت او كان لها مظاهر تجلت في العالم. شفت كيفاش؟ ما كان لها مظاهر تجلت في العالم، فهم؟ او كان لها ملامح تجلت في العالم، نحي كلمه مظاهر، شفت كيفاش؟ اذا هنا اعطيتني خاتمه، حوصلت لي الموضوع، استنتجت من الموضوع باللي تعايش سلمي باش جا اثرت فيه اسباب، كانت كاينه اسباب جابته، وكان له مظاهر في العالم او ملامح في العالم بينت باللي كاين تعايش السلمي. هاني حطيتهم في الخاتمه، نقولوا الخاتمه فيها حوالي 2 إلى 3 أسطر. أنا درنا الخاتمة من 2 إلى 3 أسطر. كيفاش جماعة؟ إذا هذا هو نوع المقال. راح نعاونكم بحاجة مليحة دوكا جماعة، هي المقدمات. إذا ستساوني على درس بروز الصراع، اكتبوا لهم هذه المقدمات جماعة. سيو دايما تكون مقدمة قيمة، زيدوا المعلومات اللي كاينين هنايا. نقولوا إن نهاية شكون؟ الحرب العالمية الثانية أدت إلى تراجع شكون؟ الاستعمار. شكون الاستعمار؟ التقليدي. أدت إلى تراجع الاستعمار التقليدي وظهور شكون؟ قطبين. وظهور قطبين مش بهم متصارعين عليمن على الزعامة الدولية. وظهور قطبين متصارعين على الزعامة الدولية شكون هما؟ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. كمل هذه المقدمة بمعلومات يعني تكون شوية قيمة، زيد عمر هذه الانطلاقة، هذا التمهيد عطيته لك، زيد عمره شوية يولي عندك مقدمة خاصة بالدرس الأول. الأدب والفلسفة والتسير الاقتصادي، نساوكم على درس الأزمات الدولية. واش تقولوا؟ إن الأزمات الدولية، إن الأزمات الدولية كانت فترة وش بيها؟ خطيرة. كانت فترة خطيرة اشتد فيها ماذا؟ وشو حتى اللي اشتدت في فترة الأزمات؟ الصراع حول مناطق النفوذ، وكادت أن تؤدي إلى ماذا؟ إلى الحرب العالمية الثالثة. وكم مزيد معلومات قيمة وحصلت على مقدمة تحكي على من؟ تحكي على درس الأزمات. إذا استسلمنا على التعايش السلمي، التعايش السلمي جماعة وش نقولوا؟ لقد كاد الصراع أن يتحول، لقد كاد الصراع أن يتحول إلى ماذا؟ إلى الحرب العالمية الثالثة، غير أن اتباع شكون؟ الطرفين أو المعسكرين سياسة ماذا؟ التعايش السلمي وش به؟ خفف التوتر وفتح
باب للحوار، وكمل مجموعة من المعلومات اللي عندك حول الدرس نعطيك مقدمة. وإذا استقسمنا على الأحادية الدرس الأخر وش نقولوا فيها يا جماعة؟ نقولوا إن الصراع الإيديولوجي، وشنو الصراع الإيديولوجي؟ هو الحرب الباردة، انتهى بواش؟ انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي وتراجع دول شكون؟ المعسكر الشرقي، وانفردت شكون؟ الولايات المتحدة الأمريكية باش بالزعامة الدولي. وكمل حول المعلومات اللي عندك وراك حصلت على مقدمة، أربع مقدمات الجماعة. ما كانش كيفاش ما تديش مليح في الباك، ما كانش كيفاش ما تجيبش الباك، ما كانش كيفاش ما تحصلش على الباك، تقدر تجيب الباك. أربع نقاط راهي هنا في المقدمة جماعة، أتكل على ربي. راح نخلي لك طابلو باش تكابتولي ودير كابتولي ديكرو، بصح كاين حاجة كي تكابتولي ودير كابتولي ديكرو لازم تريفيزي ولازم تحل المقالات ولازم تجيب المليح في الباك ولازم تدينا الباك. هذا جماعة ربي يوفقكم، نزعف 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 باسكو نحبكم تقراو ونحبكم تجيبوا الباك. ربي يوفقكم، كان معكم أستاذ أمين في كيفية حل المقال. ربي يوفق، والسلام عليكم وربي يوفقكم مرة أخرى. سلام.